نحب نشوف النمسي فانتي كالعادة والعيدوني لي بارتو il se balade mais يتعدي حاجة الغندري on compte sur toi on va leur faire une une deux كورة في الكاج الماتش ولاني والله on espère faire un match nul pour être réaliste شكون اللاعب اللي متكراشي عليه نذكر في عرس وقتها عمري 4 سنين طلعت فوق الطاولة وقتها مزاودية طلعت فوق الطاولة عطاوني الميكرو وطولي وانسي الخوف شوي دون الكلاب افيك ميغا مي هومبري اسو لو شام دو سيت غوجي سومبري جوغار سا تايو دو كابي سا كامبرور ساي مون كور ا سوكومبي هو تقلق منها مولاها il m'a contacté ma ta قال لي non je préfère que تنحيوها من اليوتيوب لاش تقولي لا 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 والله قولي لا 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 انا حبي لعبة تيليشارجي طور باش تطور في مهاراتك علاقاتك صحتك البدنيه والنفسيه واكثر تيليشارجي طور من الستور الكل وتمتع بثلاث ايام مجانا عسلي ما انجح انا يسرى وجيت باش نحل البوكس هوروسكوب يقولوا اللي انثى الثور تعشق الشهره ولفت الانظار صحيح وي جي دو سا في الكاركتير نتاعي نحب دوبي بوتيت نحس روحي جا بارتيان على سين نحب هكا نكون لو سنتر دي زانتيري دونك وي جو بونس كو سي با فو تقدس العادات والتقاليد صحيح والله سا ديبون فيت فما عادات نحسهم بون عادات معناتها تدخل علينا الفرحه معناتها تبدل لنا الجو فما عادات فريمون العادات اللي كي فرين اي كي ميت دي باريير اي كي نوز امبيش دافونسي هذوكم هما اللي انا عندي مشكله معاهم مي سينون لي فيت وال وكال لي تراديسيون نتاعنا اللي محليهم جو ني اوكان بروبليم افيك سا كيف تواجه مشكله تهرب للنوم صحيح والله بار مومون صحيح صحيح كي تكبر عليا المشكله برشا نمشي نعمل ان كوبور نرقد وبعد نقوم افيك ليسبري فيد باش نعاود نجم نخمم كاسولة رغم طموحها الكبير صحيح على الاخر فريمون جو كرو كو جابوز دي فوا من البخل هذه حاجه فيا لازمني نخدم عليها جو بونس كو سا م رالنتي بارابور ا بلان دو شوز مي جيساي دو ترافايي دوسو اسئله ما عنديش علاقه ببعضها شكون اللاعب اللي متكراشي عليه اللاعب اللي متكراشي عليه بيا باش نجاوبك توا بور لو مومون ما جاوزت هالمرحله ذيك اما كي كنت صغيره كنت ياسر نموت على ديدي دروغبا كنت نموت على تشيلسي ودروغبا بلو بريسيزيمون وكنت عندي مايول وكل ما تلعب تشيلسي نلبسو دونك وي ديدي دروغبا وقتاش صار اول كاس عالم ولا الوغ لا vous mettez une colle les mains je fais نتصور بعد نتصور بعد الحرب العالميه الثانيه قبل الثلاثينات اختار فنان ولا فنانه تشاركهم اغنيه المونديال بون هو شاكيرا هي الايكون نتاع اغنيه كاس العالم وانا نحبها برشا شاكيرا ما نصورش ديو ينجح نصور مع راجل ينجح اكثر عادي جي سنيك بوتيتر وعلى خاطر الفايب نصور نجم نخرجوا حاجه اكسبسيونيل قداش تتوقع نتيجه الماتش بين تونس والدنمارك الماتش الاولاني والله اون اسبير فير ان ماتش نول بور اتر رياليست سي اون في ان ماتش نول سا سرا اكسبسيونيل تو مع فرنسا حتى كان خسرنا سي با غراف ونربحوا الماتش الاخراني سا سي لو سيناريو لو ميور تي فوا مي بون ان شاء الله نحنا نقولوا ان شاء الله هكا شنو احوالك في الراب التونسي والغربي اي نسمع برشا راب مش تونسي مش راب تونسي الراب التونسي عندي كلك معناتها نسمع بلطي نسمع سمارة شويه مي سينو مغرومه ياسر بالراب برا نسمع نينيو تو سكي سفي ماتنون في الراب فرونسي كلو نحفظيه
Je suis dans le club avec mes gars, mes hombres. Et sous le charme de cette gauche sombrée, je regarde sa taille de guêpe et sa cambrure. Ça y est, mon cœur a succombé. Je suis dans le club avec mes gars, mes hombres. Et sous le charme de cette gauche sombrée, je regarde sa taille de guêpe et sa cambrure. Ça y est, mon cœur a succombé. راني انا نستعمل برشا الاوتوتيون على خاطر معناتها توا الموسيقى المسموعه توا راهي يخدموا ياسر بالاوتوتيون وساغافيف لو سون وسا ديناميز وتعطي فايب مزيانه على الاخر مي جو بو تري بيان شونتي سان راه اما للضروره الكوميرسيال تشوفوا بوكس ينجح شنو اول حاجه تجي على بالك كيف تسمع كلمه انجح le succès نشوف روحي معناتها j'ai réalisé tous les rêves معناتها j'ai planifié ou j'ai atteint tout ce que j'ai planifié un à un نشوف ma famille ou العباد اللي يحبوني ils sont fiers voilà pour moi c'est la fierté l'atteinte des objectifs et puis tout le côté financier on va pas se mentir hein. شكون يكتب لك الغنيات غنيتي الكل نكتب فيهم وحدي ونلحن فيهم وحدي c'est très important pour moi منجمش نغني حاجه انا ما خرجتش من داخل خاطر اللي نكتب فيه الكل خارج من داخل c'est des expériences que j'ai vécues c'est des sentiments que j'ai ressentis donc c'est très important pour moi باش نجم نوصل للناس اللي نحس فيه كان ما غنيتش للنصور توصل للنجاح هذا والله نصور اي على خاطر مش كان غنيات الليكيب ناسيونال قاعدين يمشيو راهو عندي غنيات معناتها زهره قلبي غداره الورده معناتها الناس قاعده تعاود فيهم على تيك توك غنيه الورده اللي نحكي عليها نغني فيها اكابيلا راهو عامله زوز ملايين برسك تور تيك توك و 13 مليون فيديو تعملت على المقطع هذاك تور تيك توك معناتها سي ان تروك دو مالاد بو موا معناتها وي ليكيب ناسيونال صحيح فما برشا ناس عرفتني بغني الكوره وليكيب ناسيونال وكل مي جو بونس كو ميم حتى باللي نعمل فيه الاخر تعرفتوني وفي فرنسا زاده سورتو في فرنسا زاده لي كوبلي فريمون سا تري بيان مارشي مي ما ركزتش برشا راني على البوبليك اترانجي على خاطر توا قاعده مركزه اونتيرمون على تونس وعلى ليكيب ناسيونال ومازلنا في الجو نتاع المونديال مي بلو تار سا فا اتر سا لا استراتيجي جو في فيزي حسيلو غادي وهنا شنو السر الغرام بالبوم زيود البوم زيود ملي انا صغيره ان فيت بابا الله يرحمه كان ياسر مغروم بالمزود وكان عنده مزود في الدار وكان ديما يجرب واحنا معاه وحاسيلو من غاديكا ملي انا صغيره كنت كي نحضر في عروسات وفيهم مزود نحس حاجات ما تنحس لحمي يشوك ملي تبدا الاغنيه الاولى انا لحمي يشوك نحس معناتها حاجات بالرسم يمكن مش الناس الكل تحسهم بورتون عندي معناتها ان ستايل كومبليتوم ديفيرون انا نغني اوكسيدونتال ما عنديش علاقه بالمزود والعربي جمله واحده معناتها معناتها الطربي والحكايات هذوك انا ما عنديش معاهم مي المزود حاجه تجري في دمي ملي انا صغيره نتذكر في عرس وقتها عمري 4 سنين طلعت فوق الطاوله وقتها مزوديه طلعت فوق الطاوله عطاوني الميكرو وطولي وانسي الخوف عمري 4 سنين معناها عندي دو كوتي فريمون ديفيرون عندي المزود الصحيح تشوفوا مش اللي تعمل توا الكوميرسيال القديم بالكل نحب الغنيات القديمه وعندي ان كوتي كومبليتمون ديفيرون لاش تقولي لا لاش تقولي حبي لعبة لاش تقولي حياتي معاك صارت صعبة لاش تقولي انا اللي خليتك لاش تقولي بعد ما ربيتك لاش تقولي لا 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 والله قولي لا 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 لا, لا انا حبي لعبة ديجا ان فيت حضرت كوكتيل نتاع مزود في 20 مينوت قبل كنت نعمل في لي ريبريز تو فوا افيك اون فايب اوكسيدونتال توا عملت كوكتيل نتاع مزود فريمون 20 مينوت دو بور مزود افيك امين العيدي il fait des choses exceptionnelles امين العيدي في المزود دونك اون ا في ان بروجي انصامبل وطلعت حاجه ياسر مزيانه ان شاء الله تسمعها بيانتو شنو رايك في غنيات المونديال معناتها اللي عملوه العرب فريمون ما شفتش حاجه اكسبسيونيل بور لانستون ما شفتش حاجه خرجت على المألوف par contre فما غنيات اللي تعملوا معناتها الغنيات العالمين فما مغنيات تعملوا بهن كيما لايت ذا سكاي وكيما نتاع متر جيمس واوزونا تحفونا على الاخر هذيك زاد اي غنيت
اي الحمد لله قاعدة تعمل في دي شيخ باهين الغنية حاجة تفرح برشا. نحب نشوف النمسي فانتي كالعادة والعيدوني هيلي بارتو il se balade mais يتعدى حاجة الغندري on compte sur toi on va leur faire une une deux كورة في الكاج ويزهى الفيراج وتزهى الايام وتزهى حياتنا يا العالي ونجير الحالة نشعل الفلام ونلبس المريول الغالي. شنو ردة فعل الفنانين اللي عاودت لهم غنيتهم؟ بون فما عم حبيب الشنكاوي عملت غنية الوردة متاعو دونك il était très content شجعني على الاخر قال لي راني نتبع فيك وحكيت معاه في التليفون وديجا شاورته قبل ما نهبطها الغنية وسمعتها له دونك il était très content وكان معناتها مشجعني. زهرت قلبي بون مولاها ما حبش على بون الحق انا ما شاورتوش قبل ما نهبطها خاطر جوسكو لا انا كنت نعمل في دي ريبريز معناتها جيستيمي كو ما تصورتش باش تاخذ السكسي هذاك. هو تقلق منها مولاها إن ما كونتاكتي معناتها قال لي نو جو بريفير كو تنحيوها من اليوتيوب. حاولنا باش نلقاو ان اكور انا وياه مالوغوزمون ما تفهمناش دونك نحيتها وهكا هو بور ليكيب ناسيونال نقول لهم احنا الكل وراكم 12 مليون تونسي رانا وراكم اون كوني نو كاباسيتي نعرفوا لي ليميت نتاعنا. لو بلوز امبورطون بور لو بوبل راهو مش لو ريزولتا فينال راهو كي نشوفوكم تلعبوا بجرينتا وتبلوا المريول وفريمون فوزيت دي سولدا سور تيران حتى سي لو ريزولتا نو سوي با سي با غراف بون احنا اون اسبير كو لو ريزولتا سوي وان شاء الله يفا سويف خاطر فماش علاش اون بو لو فير اون سي اون فو ان بو بون نحب نقول لهم راه ما عندناش صحيح ما عندناش بنزيما ومبابي اما عندنا رجاله وعندنا جمهور في كل اثنين وعندنا سيدي عبد القادر ومزين الجمالي معنا ربي معنا ربي معنا ربي هو اللي هو ليسونسييل